احنا رانا نصدروا للناس باش ياكلوا ونستوردوا واش ناكلوا احنا، وهذه السياسات عندها معناها اثار سلبيه جدا. اثار تاعها هي استغلال العمال الزراعيين، استغلال منتجي صغار منتجي الغذاء في كل بلداننا، وكذلك تدمير البيئة، وكذلك تعميق التبعية. اسمي حمزة حموشان، مناضل وباحث جزائري مقيم بلندن، من الأعضاء المؤسسين شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. والبارح واليوم جينا لتونس لعقد الجمعية العامة الثانية. الجمعية العامة الأولى عقدناها في أكادير في المغرب في ديسمبر 2018، وكنا راح نعقد الجمعية العامة الثانية في 2020، ولكن وضع الجائحة لم يسمح بذلك. والحمد لله معناها كانت بعض الظروف ملائمة في تونس باش نتلموا كامل من عدة بلدان. كانوا معنا من تونس، من الجزائر، من مصر، من السودان، من لبنان، من فلسطين، وكذلك ممثل التحالف الإفريقي من أجل السيادة الغذائية. وحضروا معنا كذلك ناس عن بعد. أنا عملنا الندوة، عملناها حضورية وعملناها عن بعد. حضروا معنا من موريتانيا، حضروا معنا كذلك من فلسطين، من لبنان، حضروا معنا من المغرب. وكانت صراحة جمعية عامة ناجحة، اتفقنا فيها على استراتيجية وبرنامج العمل للأعوام المقبلة، انتخبنا فيها الأعضاء الجدد للسكرتارية، قوينا السكرتارية بأعضاء جدد وخاصة العنصر النسوي. عندنا عاملة زراعية ونقابية عتيقة من المغرب، عندنا امرأتين من تونس، ليلى الرياحي وريم المثلوثي، وعندنا شخص جديد من مصر، وكذلك ممثل عن الجزائر عن منظمة التربة. وهذا نبنتلي رح يقوي الشبكة، ونحاول معناها في محاولتنا للانغراس حقيقة في نضالات الفلاحين، صغار الفلاحين. اليوم هذا اليوم الثاني هو يوم دراسي ميداني. جينا لمنطقة ريفية، منطقة فلاحية في تونس بعيدة عن العاصمة بحوالي ساعة، ولمينا فيها ممثلين وفلاحين صغار من عدة مناطق من تونس، وجاءوا كذلك ضيوف الشبكة لحضروا معنا في الجمعية العامة لمعناها يتعرفوا على بعضنا أكثر، نتبادلوا التجارب، نسمع من بعض، وباش نقويوا ونمتنوا التشبيك والعمل مع بعض، لأنه هذا ناقص صراحة في منطقة شمال أفريقيا، ناقص في المنطقة العربية، وناقص في المنطقة الأفريقية ككل. هذه لقاءات مهمة جدا في هذا العمل. هناك رغبة كبيرة للعمل مع حركة نهج الفلاحين العالمية لافيا كامبيسينا، اللي عندها الممثلين تاعها في المنطقة العربية، وهم اتحاد لجان العمل الزراعي في فلسطين. وهما اقترحوا علينا نعمل تحالف استراتيجي لنشتغل على هذه المسائل المهمة، اللي هي مسألة السيادة على الأرض، السيادة على الغذاء، والسيادة على الثروات. وهي يعني كما تعرفون هي مسائل تمس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، تمس مسألة التحرر وتحرر الشعوب.